ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه والداعين بدعوته والسائرين على منهجه وشريعته صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله. أوصيكم إخوة الإيمان ونفسي أولاً بتقوى الله تعالى وطاعته ولزوم عبادته وكثرة مخافته ودوام مراقبته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما بعد، فيقول الحق سبحانه: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. برد بسلمان خشكت بسلمان أمامي بيكفم دفيرو جامو باريدا الفجهي مبارك نظام بسلمانا خدين ياساو حجي كرت إسلامي أمامي دعاش رب العالمين كين سبحانه وتعالى رب العالمين طاعة ما قبل كتن ورب العالمين قنهت ما بغفرينة رب العالمين دفع بلا ومصيبة السرمة وقلنا فما بكة قلنا بصلمانة همية أم دعاش خذي تعالى كين رب العالمين معاملة ما تقل ما ومعاملة ما تقل رب العالمين سبحانه وتعالى معاملة ما تقل إكدو كتا معاملة الشرعي يا مقبول لنك رب العالمين سبحانه وتعالى. رب العالمين شهمي مخالفتا شهمي خلتيا ما بارزت إن شاء الله تعالى رزقك حلال يزلال كتا نصيب مهميا، ورب العالمين حرامي جبردلي مهميا رشكة إن شاء الله تعالى. دعاش رب العالمين كان رب العالمين ماتشيكة مالت ماتشيكة جحيلت ما رب العالمين تشيكة وقاهم كتن سرباشي طلبت ما رب العالمين موافقة فان روجيت يت خاندني ويت امتحاناته ويت وكيد بجن مصير إيوانا رب العالمين روادة مزيفته حاجة كريت مزيفته بصلمانه نبيشكره متدين شفان طلب رب العالمين إن شاء الله درجة بلند بكتا نصيب إيوان نتوقع عوان ده قالي زيادة وهمي طلب إن شاء الله تعالى وخيرا وان تدابتن وخيرا وطني وانو ولا طيوانو خلكي وان تدابت إن شاء الله تعالى أفنى وعقان دنابتن رب العالمين سلامة كيف ريكة ببريندار ونساخة يتمو يد بصلمان همية ودعاش خذي تعالى كان رب العالمين الشفاء فريكة بوان ورب العالمين الرحمة مريت مهمية بتن همية بتا بحشتي ومجد قلوان إن شاء الله تعالى. رب العالمين وضع بصلمان الهمية على خشكة إن شاء الله تعالى أن دعاش خذي تعالى كين رب العالمين أو نخشيت هاتك ريكا بصلمان الهمية على رب العالمين ببدل فكت كتا خير وخوشي وبركة وأويت تعدايش البصلمانات كان رب العالمين تعداي بزفرين تنفوان دا ورب العالمين بعدالة خد قلوان بكت نبرحمه وحق فقير وجار شوان بسطين إن شاء الله تعالى ويجيستين الجي يعني رب العالمين يعني مجال الدتي لكن إهمال نكة وإن شاء الله دي طولة لذكة يعني حد الفلس بحول الله وقوتي أم دعاش خذي تعالى كان خذي تعالى صبري وصمودي وتحدي بكتا رزقي بصلمانة مقابل الظلمي وعدواني وتعدايي وبيبختي وكفري ونفاقي والدجلي. آمين يا رب العالمين. بصلمانة عزيز خطبة شوي موضوع مال سر خطرة يا كيشاني بيفاني اگر بخلتي بخلتي بيتا كيشان وخلتي بيتا بيفان كو انبجني تطفيف الكيل والتبخيس الميزان أفرك إن شاء الله تعالى أم دعاش خذي تعالى كان أخفنا ما بو خذي تعالى بتنو خلك استفادة لي بكتن بزبرنا بدين يخو تعليمات الدين يخو تعاليم الدين حنيف إن شاء الله تعالى غاية هربي أبيا أفرك كان خذي تعالى حسكة موضوع إمام
التحذير رب العالمين سبحانه وتعالى السر غشيه. طبعا غش بصورتك عام، غش يعني أبقد بجني غش حيلة وخدعة. فخطروا السر أفراد وجماعات شعوب وحكومات، يعني خطروا آيات شيء خطروا قالك واجب ما أوك وما أجش خهبت أم زبر نبا أم غش يقدنا كين أم يخوجنا كين، يعني قال نفسه خد أخف نت خد أم نت غشاش بين تعامل خدا تصرفات خدا مال خدا تواقع خدا. چنكي موضوع غش حتى غش كلمة دا، چنكي غش أبايا مروف أي كش رنجد غش أبايا سربا تشتي ببنفا تشتكي دي بتكون نوع كي نفاق يا غش خود كتن غش عالمي كتن أنا أخفناك بريكو بيدي بيشتن في الحقيقة أو نينة واقعي ويدا، يعني وإنما غش غير خود كتن. فمصيبتك قالك ما زنا غش نف مدى بلافابوي بشكلك يبرفرا. فرب العالمين إن شاء الله نهيل بحول الله وقوتهم. فرب العالمين تحذير وإنذار الدتمت بجت صنابن، يعني الراس درز بن سالفة وبنفا إيقبن معاملة بلا شفافية بتوكيان بيجين، يعني بلا يوصابت يا واضح بتن بي لف دوران بي حيلة بي خلاف بي مخالفة بي نحقي بي بي، يعني أبه متدانة بتن فعلا دمروفة خد تعالى بنو ملتزم منهج رب العالمين تعليمات الدين الإسلامي دا بتجه رازي بنا خده تعالى وخشية دنياي وخشية بن دنياي إن شاء الله تعالى. فعملية غشية أبا كنت تكرني تهمي مجالات مدى الدليل، يعني أف غشية بيت سبب سبب نمونا بركتي جارك أولا بركت شو المروف دا يعني ترسقي مروف دا رب العالمين بركتي دي جيبتن، چنكي بوش مبنية سر خلتية مبنية سر خلتية دي هر خلتي بتن. و چنكي أوجه غش لتي تكريني دليل سرويكو الضمائر ضمير بشري أن وجدان خلقي، يعني نما يبا او وجدان يا مقبول نك رب العالمين ان او خد تعالى جرازي من البرهند تتكرني انجي مجتمع كومل صورة عامة اش من الادنى الى الاعلى عملية غشي وقت تتكرني معنى خلالك هي معنى قصيريك هي معنى مجاريوي هي اش البرهند دبيت المعالجوي بتكرني شرعا وعرفا وقانونا وقت غش بلافات بتنتشتيدا، يعني ما بس كريني فروت نيدا حتى في التعامل البشر حتى ما بين افراد الاسره، يعني عائله يعني احتمال غشتي تكريني يعني حقتنينا، وانما هناك اللف ودوران أبهمي انواع غشينا. فمعناوي او تشتكي هي يعني فسادك هي يعني نصلح فساد هي تواقعي وواقعي دا وي غشليتي تكريني أبا حقتك وحقتك هذه ترى قالي بسلمونا أوي غشيتك يعني بوش غشيتك يعني مقصد بيش يعني جارك وي باورين نبوي أو خده تعالى ضناي، يعني جهة سؤال يعني أجر مثلا جبر رزقي خويا خلاص هذا ورزقي وي أو خده تعالى ضناي، أجر بر أجل خويا أجل وي أو خده تعالى ضناي، أجر جبر وضع خويا أو خده تعالى تقدير كري أم همي محاولة باشيت كان يا إصلاح كان أو واجب مايا ان امرويت وكو مثلا غشيت كان بيروانا تبع مثلا القران ابيروس احاديث مبارك يعني تجينا تقول تجي بالنبي راخو مثلا ايتك سوره هود عليه الصلاه والسلام رب العالمين ملكت وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.